بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خاوتي، اليوم راح نوري لكم كيفاش تديروا تيست، كيفاش تراقبوا الزيت تاعكم تاع الفرامل مليح ولا لا. ديما كل عام او كل عامين روحوا للميكانيسيان او الكتريسيان يراقب لكم الزيت تاع الفرامل. وهذه راه ما تطلبش حتى 5 دقائق، كاين ستيلو كما راكم تشوفوا فيه لهنا، كما تشوف فيه لهنايا هذا يراقب. سع لازم نشعلوه، لطو هنا يشعل هذا، كي يشعل ومن بعد كي نديروه في الزيت نخلوه شويه، لازم تجي هذه وراي. اوكي وراي، اوكي راي مليحه لهنايا، هذه مليحه الان ولا 2%. لا عدت لهنايا الفوق في التروه ولا 4% راه فيه الرطوبه بزاف، لازم تبدلوه. هيا شعل تشوف، صح هكذا وشاعلة. دير في الزيت، دير اقطص اقطص هذا كله، اسمعها دور لي لهنايا هكذا كما راكم تشوفوا، راه مشعلو الا الصفورة هذو، معناتها راه مليح الزيت هذا، مازال ما بزتش. بصح في كل على الاقل كل عامين بدلوه، حتى تشوفوا هكذا معليش نتوما راكم راقبتوا، بصح بدلوه باش ما يديلكمش الكوروزيون في لي ماتر سيلاندر وفي سيرتو السيارات اللي فيهم لابياس. خوتي في الاخير ان شاء الله كم استفدتوا من هذا الفيديو، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخر ان شاء الله.